بسم الله الرحمن الرحيم. رقم 2، مثل بيانيا الدوال الخطية الآتية وأوجد نقط تقاطع المستقيم الممثل لكل منها مع محوري الإحداثيات. رقم ألف د س بتساوي 2 س. أسهل طريقة نعمله جدول من 3 أعمدة. أول عمود نكتب عليه س، تالت عمود نكتب عليه د س، العمود الأوسط نكتب عليه قاعدة الدالة اللي هي 2 س. ناخده س عبارة عن أسهل 3 نقط، 0 و1 و2، نعوضه عن س بتساوي 0 في قاعدة الدالة، يبقى 2 في 0، 2 في 0 بـ0. نعوض عن س بـ1 في قاعدة الدالة، يبقى 2 في 1، 2 في 1 بـ2. نعوض عن س بـ2 في قاعدة الدالة، يبقى 2 في 2، 2 في 2 بـ4. يبقى أول زوج مرتب 0 و0، تاني زوج مرتب 1 و2، تالت زوج مرتب 2 و4. نمثلوهم بيانيا، ولازم لو وصلنا الـ3 نقط ببعض يطلعوا خط مستقيم. أول زوج مرتب 0 و0، نحدد النقطة بتاعته. تاني زوج مرتب 1 و2، نحدد النقطة بتاعته. تالت زوج مرتب 2 و4، نحدد النقطة بتاعته. لو وصلناهم ببعض يطلعوا خط مستقيم. ونعمل السهمين للخط المستقيم. يبقى احنا كده مثلناه بيانيا. بعد كده عايز نقطتي التقاطع مع محوري الإحداثيات. أول حاجة نشوف نقطة التقاطع مع محور السينار، يكون الإحداثي فيه بـ0، يبقى الزوج المرتب 0 و0 هو نقطة التقاطع مع محور السينار. تاني حاجة نقطة التقاطع مع محور الصادات، يكون الإحداثي السيني فيه بـ0، يبقى برضو الزوج مرتب 0 و0 هو نقطة التقاطع مع محور الصادات. يبقى نقطة التقاطع مع محور السينات الزوج المرتب 0 و0، نقطة التقاطع مع محور الصادات هو برضو الزوج المرتب 0 و0. يبقى إذا كان المستقيم يمر بنقطة الأصل، يبقى نقطة التقاطع مع محور السينات هو برضو نقطة التقاطع مع محور الصادات. رقم ب د س بتساوي سالب نص س، هنعمله برضو جدول من 3 أعمدة. العمود الأول س، العمود التالت دال س، العمود اللي في النص نكتبه قاعدة الدال اللي هي سالب نص س. المرة دي هناخده 3 نقط، 0 و2 و4. ليه؟ لأن الصفر والاتنين والأربعة بيقبلوا الجسم على الاتنين، يبقى 0 2 4. نعوضه أول مرة س بـ0 قاعدة الدالة، يبقى سالب نص في 0، سالب نص في 0 هي نفسها 0. نعوض عن س بـ2 في قاعدة الدالة، يبقى سالب نص في 2، سالب نص في 2 بسالب 1. نعوض عن س بـ4 في قاعدة الدالة، يبقى سالب نص في 4، سالب نص في 4 بسالب 2. يبقى أول زوج مرتب 0 و0، تاني زوج مرتب 2 و-1، تالت زوج مرتب 4 و-2. نمثلوهم، أول زوج مرتب 0 و0، تاني زوج مرتب 2 و-1، تالت زوج مرتب 4 و-2. نوصلهم ببعض يطلعوا خط مستقيم.
زي المثال اللي قبلها، المستقيم يمر بنقطة الأصل، يبقى نقطة التقاطع مع محور السينات هي نفسها نقطة التقاطع مع محور الصادات اللي هي الزوج المرتب صفر وصفر. يبقى نقطة التقاطع مع محور السينات الزوج المرتب صفر وصفر، نقطة التقاطع مع محور الصادات الزوج المرتب برضو صفر وصفر. رقم ج د س بتساوي 2 س زائد 1، نعمله برضو جدول من ثلاثة أعمدة، وس بصفر وواحد واتنين، س في الأول ود س في الآخر، وقاعدة الدالة نكتبها في النص اللي هي 2 س زائد 1. ناخد س بصفر وواحد واتنين، نعوض أول مرة س بصفر يبقى 2 في صفر زائد واحد، 2 في صفر بصفر زائد واحد هي نفسها الواحد، نعوض عن س بواحد، 2 في واحد زائد واحد، 2 في واحد باتنين زائد واحد في التلاتة، نعوض عن س باتنين، 2 في 2 زائد واحد، 2 في 2 بأربعة زائد واحد في الخمسة. يبقى أقول زوج مرتب صفر وواحد نحددوه، تاني زوج مرتب واحد وتلاتة نحددوه، تالت زوج مرتب اتنين وخمسة نحدد النقطة بتاعته، لازم نوصلهم يطلعوا خط مستقيم. أول زوج مرتب صفر وواحد، تاني زوج مرتب واحد وتلاتة، تالت زوج مرتب اتنين وخمسة، نوصلهم هيطلعوا خط مستقيم. في المسألة س بصفر د س بواحد، الأحداث الس بصفر، الأحداث ص بواحد. طبعا الأحداث س بصفر يبقى نقطة التقاطع مع محور الصادات. يبقى أول حاجة نقطة التقاطع مع محور الصادات الزوج المرتب صفر وواحد، نقطة تقاطع مع محور الصادات. عايزين نجيب نقطة تقاطع مع محور السينات، علشان نجيب نقطة تقاطع مع محور السينات نساوي قاعدة الدالة بصفر، يعني الصاد بصفر. يبقى أول حاجة هنعمله زوج مرتب ونحطه في الصاد بصفر. عايزين الأحداث س، هنساوي قاعدة الدالة بصفر اللي هي 2 س زائد واحد، 2 س زائد واحد بتساوي صفر، موجب واحد يروح الناحية التانية سالب واحد، يبقى 2 س بتساوي سالب واحد، نقسم الطرفين على 2 يبقى 2 س بتساوي سالب نص. يبقى الأحداث السيني، يبقى س بتساوي سالب نص، الأحداث السيني هتساوي سالب نص. يبقى نقطة تقاطع مع محور السينات سالب نص وصفر، نقطة التقاطع مع محور السينات الزوج المرتب سالب نص وصفر.